ما في حدا ما مر بحياته شخص مصاب بمرض البهاق. هو يمكن متركز بذاكرتنا بشكل أكبر، هي بقع تظهر على جلد الشخص، هي مختلفة عن لون الجلد الأساسي. صحيح، وخلينا نوضح عن الموضوع أنه البهاق من الأمراض الجلدية المناعية غير المعدية، ممكن تسبب بعض من الضغوطات الجسدية والنفسية، لأنه يمكن بتشوفي نور أشخاص ما بيتقبلوا فكرة وجوده، خصوصا إذا كان ظاهر على الوجه أو على الإيدين. لكن بنفس الوقت سمعنا عن كثير من المشاهير خصوصا عارضات الازياء كانوا مصابين بالبهاق، لكن هذا الشيء ما كان عائق امام نجاحهم، فدمهم الثقه بالنفس وتقبل الذات، ونكون اكيدين انه اكيد لكل شيء في له علاج. اليوم مشاهدينا ضمن فقرتنا الطبيه والصحيه رح نحكي اكثر عن البهاق، نتعرف على الاعراض والاسباب، لكن نركز على دور التغذيه والنظام الغذائي الصحي المناسب. نحكي تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع. بيسعدنا انه تكون معنا لليوم اختصاصيه التغذيه رغد بتنجاني. يسعد صباحك. صباحكم. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نعرف لكل الناس اللي عم تتابعنا شو هو مرض البهاق بشكل عام. مرض البهاق هو مصنف من امراض المناعيه الذاتيه. نحن بنعرف مناعه الانسان هي خط الدفاع ضد اي شيء غريب عن الجسم، فيروسات، بكتيريا، وطبعا هذا الشيء بيحمي الجسم. اما وقت نقول احنا مرض مناعي ذاتي فهذا الموضوع بيكون له تاثير عكسي، بيكون له تاثير ضار للجسم، لانه المناعه بتهاجم خلايا الجسم نفسه. طبعا المكان اللي بتهاجمه والضرر او الاذيه اللي بتسببها هالمرض بيتصنف على اساسها المرض مناعي ذاتي اللي من ضمنهم البهاق. بمرض البهاق المناعه بتهاجم الخلايا المسؤوله عن انتاج الميلانين اللي بيعطيني لون للجلد والشعر. طبعا مع الوقت بتخلي هالخلايا تفقد قدرتها على انتاج الميلانين، وهذا اللي بيفسر لي ظهور البقع البيضاء على جلد الانسان المصاب طبعا بالبهاق بمناطق مختلفه. طيب خلينا نوضح اكثر للمشاهدين عن هذا الموضوع ونعرف وين ممكن اماكن تواجده. بنسمع انه في له انواع كثيره، خلينا نوضح هذا الموضوع ونعرف الاعراض اكثر اللي ممكن تظهر عند الشخص. هلا المرض البهاق له انواع كثير ما حفوت فيه من ناحيه طبيه، لكن انا فيني اوضح شو هي اسبابه. ما له مناطق معينه يعني مختلفه او بتركز فيها، هي له ثلاث اسباب اساسيه. اول شيء الوراثه، اذا في تاريخ عائلي للاصابه بالبهاق فاحتمال يكونوا الاطفال معرضين للاصابه فيه. اثنين الحاله النفسيه كثير بتلعب دور، لانه الاضطراب النفسي ممكن احيانا يؤدي الى اضطراب مناعي ويسبب امراض مناعيه ذاتيه ثانيه من ضمنها البهاق. والشيء الثالث هو العوامل البيئية، يعني إذا أنا بمنطقة فيها مثلا تعرض لمواد كيميائية، في تعرض لمثلا أشعة شمس بطريقة كثير زيادة، أو فيها تعرض للحروق، ممكن أحيانا تؤدي إلى الإصابة بمرض البهاق، يعني هي أعراضه الأساسية. عفوا مسبباته الأساسية، أما أعراضه فهي بتنحصر بالبقع البيضاء اللي بتظهر على الجلد. وطبعا إذا ما تعالج أو ما تم تطويق هالأعراض ممكن تكتر ومع الوقت تنتشر بكافة أنحاء الجسم. يعني خلينا نحكي معك بما يخص التغذية، بما أنه حضرتك أخصائية تغذية. ست رغد، النظام الغذائي قديش بيلعب دور، والغذاء قديش بيلعب دور التأثير على مرض البهاق؟ يمكن في كثير ناس بتسمعنا بتستغرب من هذا الموضوع، بس فعليا نحن حابين نوضح هي النقطة تحديدا وأهميتها. تمام. هلأ المرض البهاق طبعا طبيا له علاجات كثير بالأدوية والمراهم والتعرض للإضاءة وإلى آخره، لكن لا شك أنه لازم هذا الأمر يتعزز بالحميات الغذائية. التغذية على مستوى مرض البهاق تلعب دورين أساسيات. الدور الأول عند الناس اللي فعلا مصابين بالبهاق، والدور الثاني عند الناس اللي بيعرفوا أنه عندهم تاريخ عائلي وبدهم يوقوا حالهم من الإصابة بهالمرض. طبعا عند الناس المصابين فعلا بالبهاق التغذية أو الحمية الخاصة بالبهاق بتطوق انتشار هالبقع البيضاء، يعني بتحد من الأعراض. أما عند الناس اللي عندهم تاريخ عائلي فبتلعب دور الوقاية من الإصابة بهالمرض. طبعا شو هي الحمية؟ هي مشتقة من حمية كبيرة أساسية عامة اسمها حمية AIP أو البروتوكول الغذائي الخاص بأمراض المناعة الذاتية بشكل عام. اشتقوا منها حمية الخاصة بالبهاق. تختلف عن الحميات العادية أنه هي عبارة عن جدول واحد فيها خانة الأغذية المسموحة وخانة الأغذية الممنوعة.
هلا انا ما رح اقدر اذكر شو هي الاغذيه المسموحه شو هي الممنوعه لانه هي قائمه كثير كبيره، بس نحن ممكن نركز على امور اساسيه. بس معنا وقت يعني قد ما فيك توسعي ضروري الموضوع لانه نحن اساسا عم نركز عليه. تمام. يعني لما نقول مع حضرتك اخصائيه التغذيه وشو هي الحميه لازم نعطي تفاصيل أكيد. اوسع لكل الناس أكيد. خصوصا بما يخص البروتوكول لكل امراض المناعه الذاتيه اليوم. هلا اذا بدي ركز على الاغذيه الممنوعه اول شيء رح اعطي خطوط عريضه نحن بتسهل علينا شو نختار اغذيه وشو نمنع حالنا. كل شيء أغذية بتسبب لي ردود فعل التهابية نحن منبعد عنها لأنه نحن نعرف ردود فعل التهابية المناعة مسؤولة عنها، فهذا الشيء رح يخل نظام المناعة. مثل شو؟ مثل مثلا الأغذية اللي بتخلها قمح. القمح دائما فيه مادة الجلوتين وبتعمل أحيانا ردود فعل التهابية تحسسية عند الناس بنسب متفاوتة. الأغذية اللي بتخلها حليب، دراسات جديدة بتقول كل شيء ثمار فواكه خضار لونه أحمر وطعم حامض مثلا مثل البندورة مثل الرمان صحيح فيها مواد غذائية هامة مضادات أكسدة لكن بنفس الوقت فيها المعززات الالتهاب. الكحول طبعا 100% سيء، الكافيين، المواد الغذائية فيها نسبة سكر عالية اللي فيها مواد حافظة، كلها هي أمور بتعزز ردود فعل التهابية. اللحم الأحمر متهم بشكل أساسي بهذا الموضوع يفضل الابتعاد عنه. هلا المكسرات مثل الفول السوداني، الفول الصويا كمان بيعمل تحسس لبعض الناس. الاسماك بالبهاق ممنوعه، بامراض ثانيه ممكن تكون موصى بها يعني منيحه. الاغذيه المسموحه بالبهاق واللي بتلعب دور الوقايه دائما النشويات بفضلوها، خاصه البطاطا كثير منيحه. عندي البقوليات بعد طبعا عن القمح، باقي البقوليات، الدجاج، البيض اذا ما بيتحسس الشخص من البيض كثير منيح. كثير بيوصوا بالخضار الورقيه مثل السبانخ، البقدونس، هدول القصص يعني الاوراق الخضراء. شو عندي كمان غير التغذيه لازم ركز انه يكون نسبه الفيتامينات والمعادن بالدم منيحه. تمام. وخاصه الفيتامين دي والفيتامين سي والفيتامين بي 12 والحديد والنحاس والزنك، هدول اذا بتحاليل الدم ظهر انه عندي خلل فيهم لازم تحت اشراف طبيب يتم تناولهم كمكملات دوائيه. يعني فينا نقول ممكن نقص بفيتامين معين هو يكون السبب للاصابه بمرض البهاق؟ هلا هو ما بيكون مسبب، هلا هو ممكن ياثر على مناعه الانسان فيؤدي الى الخلل وبالتالي يؤدي امراض البهاق، بس هو بيلعب دور واقي كثير اساسي او اداره الاعراض، له دور باداره اعراض البهاق اللي هي البقع البيضاء. طب ست رغد حكيتي بما يخص مرض البهاق والحميه الغذائيه، هي الحميه فقط لمرض البهاق ولا فينا نحكي بشكل موسع عن بروتوكول الغذاء لكل امراض المناعه الغذائيه؟ تمام. لا هلا الحميه الاي اي بي هي بروتوكول نظام غذائي لكافه الامراض المناعيه الذاتيه للوقايه منها. هلا اذا في تاريخ عائلي للاصابه بمرض محدد مثلا بهاق، سكري نمط اول، روماتيزم، هدول كلها امراض مناعيه ذاتيه، يفضل هون نتجه على الحميات المخصصه. اما اذا انا بدي اخذ حميه تلعب دور واقي بشكل عام امراض مناعيه ذاتيه فيني اتبع البروتوكول العام اللي هو الاي اي بي. هلا الاي اي بي هو مثل حميه البهاق، عباره عن قائمه اغذيه مسموحه وقائمه اغذيه ممنوعه، لكن بيكون شامل مثل ما حكينا. بيركز هاي الحميه على اربع شغلات اساسيه، بنشوف كيف بترابط الجسم كله ليؤدي الى مناعه جيده بجسم الانسان. اول شيء بتركز عليه الحميه هو انه يكون عندي نظام مناعه متوازن. كيف بحقق انا نظام مناعه متوازنه؟ بحققها بتناول الاغذيه المفيده اللي فيها عناصر غذائيه جيده وبعد عن الاغذيه المسببه للالتهابات اللي حكينا عنها بحميه البهاق. ثاني شيء بتركز عليه الحميه هو، وهذا كثير مهم لازم ننتبه عليه على مستوى الامراض المناعيه الذاتيه وعلى مستوى الامراض النفسيه، انه يكون عندي جهاز هضمي سليم. جهاز الهضم والبكتيريا النافعه الموجوده بجهاز الهضم لها دور كثير مهم للوقايه من الامراض المناعيه الذاتيه والامراض النفسيه. كيف بحقق صحه جهاز هضمي واعداد جيده من البكتيريا النافعه لازم تكون موجوده فيه؟ بحققها بتناول الاغذيه المفيده والابتعاد كمان عن الاغذيه المسببه للالتهابات. وعندي اغذيه محرضه لنمو هالبكتيريا مثل الالبان والالياف والمخللات، هي كمان بتساعد. الشيء الرابع بتركز عليه الحميات هو التوازن الهرموني. في عندي ترابط كثير كبير بين الهرمونات والجهاز المناعي بجسم الانسان. طيب كيف انا بحقق توازن هرموني بالجسم؟ بحققه باني ركز على ثلاث شغلات اساسيه بالطعام، نوع الطعام، كميته، وتنظيم الوجبات. اذا انا اخترت انواع طعام جيده
وكمية معقولة لا كثيرة ولا قليلة، وكانت وجباتي بأعداد جيدة وبأوقات منتظمة بكل يوم فيني حقق توازن الهرمون. وآخر شغلة بتركز عليها حماية الـ AIP هي معالجة الأنسجة والخلايا اللي ممكن تكون تضررت من ردود الفعل المناعي. تمام رغد، يمكن خلال حديثك ذكرتي انه الاشخاص المصابين بالبهاق ممكن يضطروا يمتنعوا عن بعض الاغذيه ولو كان لها فوائد. تمام. طيب اذا امتنعوا عن هي الاغذيه ممكن يصير في عندهم نقص ببعض الفيتامينات والمعادن، يعني احيانا بعض الحميات فينا نقول ممكن تكون في لها مضاعفات. تمام. خلينا نوضح هذا الموضوع. هلا حميه البهاق انا ما عم بمتنع عن عنصر غذائي اساسي، يعني ما عم بقول لهم مثلا بعدوا عن كل شيء كربوهيدرات او كل شيء بروتينات وهالامور، عم بقول لهم ابتعدوا عن انواع غذائيه معينه. يعني لازم يكون في توازن نوعا ما. اكيد وقت انا بعده عن انواع غذائيه معينه اكيد رح لاقي البديل عنه. يعني انا بعدتهم مثلا عن الفواكه اللي لونها احمر، فيهم ياكلوا فواكه انواع ثانيه، يعني الخضار مثلا الحامضه فيهم ياكلوا خضار ورقيه، فهون انا ما عم ببعدهم عن شيء اساسي بروتين او حاله حرمان كامله. صحيح. ايه عم بعدهم عن انواع غذائيه معينه فيهم يعوضوا بشيء ثاني، ومثل ما قلنا يركزوا على الفيتامينات اللي ذكرناها والمعادن اللي هي برجع بعيد الدي بي 12 وسي والحديد والنحاس والزنك انه يكون نسبتهم بالدم جيده. طيب خلينا نحكي يمكن عن مثل ما قلتي بالبداية إنه هيدا النظام الغذائي فينا نقول إذا في عامل وراثي أو حدا من العيلة فينا نتبعه، هذا بما يخص الأطفال فينا نتبع هيدا النظام الغذائي ولا هون موضوع مختلف؟ هلا اذا عندي انا تاريخ عائلي وحابه اني اوقي الطفل مثلا، لانه هو بصراحه بيظهر باعمار قبل 30 سنه. صحيح. مرض البهاق لهيك بدك تبلشي باكر. تمام. ممكن انا من المراهق ابدا بهي الحميه، ما فيها شيء بيأذي لانه هو راح يتوفر له كل العناصر الغذائيه. يعني مثلا بدل ما يشرب الحليب فيه يشرب لبن، بدل ما ياكل لحم احمر فيني طعميه دجاج، يعني ما لها الحميه القاسيه، هي مجرد التزام بانواع معينه والابتعاد عن انواع ثانيه. تمام. نسمع بعض الاشخاص انه ممكن يعالجوا البهاق من خلال الطب البديل او الاعشاب، خلينا نوضح هذا الموضوع ونوضح المشروبات، حكينا عن الأغذية، خلينا نحكي عن المشروبات إن كان الممنوع أو المسموح بأخذه. هلا بصراحة موضوع إنه معالجة بهاق بالطب البديل أنا ما كتير طلعت أو ما كتير شائع هذا الشيء. هو دائما بيكون حمية غذائية بالتواتر مع علاجات دوائية ومراهم معينة وعلاجات ضوئية، لأنه هي باب لها دور بس بتحفيز إنتاج الميلانين أو عفوا صبغة الجلد بلون يقدر يرجع يتوحد مع لون الجلد الأساسي. فما في كتير تقاطع مع الطب البديل. طب شو الأخطاء اللي بيوقعوا فيها غالبا كل المصابين بأمراض البهاق بما يخص التغذية؟ هلا بنرجع بنقول التوعية النفسية مهمة، لأنه بالنهاية قلنا من أحد أسباب مرض البهاق هو الحالة النفسية. يعني إنه يكونوا اللي حواليه بقى بيشعروا بأنه هو مختلف، أو بتعرفي إن إحنا عنا عالم ما عندها الثقافة بفكره مرض معدي للأسف، فممكن الأذية النفسية تلحق تزيد من أضرار هالمرض وشدة أعراضه. لازم يكون في توعية نفسية للمريض وللي حواليه. طبعا العلاجات تكون تحت إشراف أطباء، ويكون عندي مراقبة دورية لتطور المرض، تحاليل دم دورية، ومثل ما قلنا التغذية ما لازم نحن نكون عم ننظر لها بس لأنه هي حميات للتنحيف أو لاكتساب الوزن، التغذية هي التغذية العلاجية على المواسع، ولازم نحن بأي مرض بنوقع فيه نلجأ للتغذية، لأنه أحيانا بيكون لها دور يا إما بالوقاية يا إما بالعلاج يا إما بضبط المرض، بضبط أعراض المرض. قديش بتلعب دور بضبط المرض؟ نحن مثل ما قلتي يمكن بعض الأغذية هي بتأدي لها بعض العوامل الالتهابية، ففعليا بمرض البهاق تحاولي تضبطيه وتأثري عليه بحيث ما يتوسع على كامل الجسد. النظام الغذائي بيلعب دور بيضبطه بشكل كبير بالإضافة. طبعا. للأدوية أكيد أنا ذكرتها من الأول، التغذية بالبهاق إلى دورين، يا أما بتطويق الأعراض، يعني تطويق انتشار البقع البيضاء. هذا الشيء بيعني تطويق مهاجمة المناعة على الخلايا المنتجة الميلانين. صحيح. فبتخفف من هذا الشيء، لأنه بالنهاية نحن عم نبتعد عن أغذية تؤدي لردود فعل التهابية. ردود فعل التهابية بتخلي المناعة دائما محفزة وبالتالي بتسبب الأعراض، وإلى دور بالوقاية عند الناس لسه ما وقعوا بهذا المرض. تمام. يعني بما أنه عم نحكي عن انتشار البقع البيضاء، اليوم بعض الأشخاص هلا ما يصير عندهم هذا النوع من البهاق بيصير عندهم تخوف أنه هل ممكن هذا الشيء يمتد لباقي أماكن بالجسم؟ أحيانا ممكن نسمع بيقولوا ممكن يوصل يدخل بالشعر. تمام. خلينا نوضح حقيقة هذا الموضوع، هل هو فعلا رح يمتد لباقي أنحاء الجسم أم لا ممكن يوقف بمرحلة معينة؟ هلا طبيا البهاق له عدة أنواع.
يعني اول شيء اذا لاحظ الشخص، طبعا كل شيء امراض بتعطي تظاهرات او اعراض بسيطه بالبدايه، وبيكون هون العلاج معقول يعني ممكن اسهل مما انه تتطور. فوقت يلاحظوا اعراض بسيطه لازم دغري يكون في استشاره للطبيب. حسب نوع البهاق، في بهاق احيانا بتركز بس بالوجه والاطراف، في بهاق بينتشر كل انحاء الجسم، في انواع بهاق بترجع بتتراجع من حالها بدون علاج، يعني هون لازم يكون في استشاره طبيب. ومثل ما قلنا اذا كان في معالجه من البدايه واتباع نظام غذائي ودوائي معين فممكن انها تطوق انتشار البقع قد ما بقدر، اما اذا صار في اهمال وتاجيل اكيد صحيح. في احتمال انتشار شعر جلد وحتى اخشيه مخاطيه. صحيح، والوقايه يعني خير من قنطار علاج. خلينا نحكي بما انك اخصائيه تغذيه، في حالات تابعتيه بشكل يعني خاص بما يخص مرض البهاق فعليا لقيتي نتيجه ملموسه من خلال هذا النظام الغذائي؟ حاليا بصراحه ما تابعنا هيك موضوع، لكن الابحاث العالميه عم بتوصي من جديد بهذا الامر. وطبعا حسب نسب الدراسات وحسب النتائج اللي عم تظهرها ببين لنا انه للتغذيه دور كبير بعلاج او تطويق اعراض المرض او حتى الوقايه منه. وبتمنى بالمستقبل يكون في عنا وعي بهالموضوع، مثل ما حكيت التغذيه دائما ننظر لها كشيء او جزء من علاج اي مرض. تمام، لجانب التغذيه ممكن احيانا لازم نلجا للرياضه. خلينا نوضح اهميه الرياضه كمان لجانب اتباع نظام غذائي، خصوصا انه الاشخاص مثل ما ذكرنا بالمقدمه كثير من الاشخاص ما عنده تقبل لفكرة وجود هي البقع على وجهها، بصير في عنده نوع من القلق من الاكتئاب. قلنا أنه التغذية تلعب دور ممكن تحسن من الصحة أكثر، طب خلينا نوضح الرياضة لجانب التغذية. تمام، أنا بهي الحميات بشكل عام سواء للبهاق أو لأي مرض مناعي ذاتي تاني لازم ركز على الحالة النفسية مثل ما قلنا. قبل الرياضة ركز على النوم الكافي، النوم هو المعزز الأول لصحة الجهاز المناعي. بهي الحالات بالذات أنا لا أنصح بالرياضات القاسية، يفضل التمارين المعقولة لأنه كمان الإجهاد بيؤثر على الحالة المناعية لجسم الإنسان. صحيح. فالرياضة بهالحالات بالذات لازم تكون معقولة متواجدة طبعا، لأنه بتحسن النفسية بالنهاية ومن ثقة الشخص بنفسه، لكن بقدر معقول ونركز على النوم والقسط الكافي من النوم. صحيح. بشكل كبير. طيب بالختام خلينا نحكي عن نصائح عامة لكل اللي عم يتابعونا بما يخص مرض البهاق. ونحن بنعرف أساسا النظام الغذائي الصحي له تأثير كتير كبير على جسدنا وسلامتنا الصحية والنفسية. تمام، هلا النصيحة الأولى نحن يكون عندنا وعي بالأمراض الموجودة بالتاريخ العائلي، الأمراض الوراثية، لحتى نعرف شو الأعراض اللي نراقبها إذا رح تظهر أو لا علينا، شو التحاليل الدورية اللي لازم نتابعها، وشو الاختصاصات الطبية اللي لازم نحن نستشيرهم، الأطباء اللي لازم نستشيرهم. فالوعي بالأمراض الوراثية اللي عندنا بالعائلة كتير مهم. كمان يكون عندنا نظام حياة صحي على المستوى الغذائي الرياضي، مثل ما حكينا النوم والحالة النفسية نقدر نضبطها تكون متوازنة وسليمة قدر الإمكان. مثل ما قلنا هالأمراض تعطي تظاهرات خفيفة على الأول، ما نهمل ما نأجل، المتابعة السريعة التحاليل الدورية السريعة بنقدر نحن نعالج، وبالنهاية ننظر للتغذية نظرة شوي أوسع وأشمل من التنحيف. كل الدراسات فعليا البحوث أثبتت أنه النظام الغذائي السليم قديش فعليا بالنهاية تغذية علاجية اسمها تغذية علاجية. صحيح أكيد. ويمكن خلال حديثك كنا عم نحكي عن الأغذية عن الفيتامينات اللي لازم تكون موجودة إن كانت حديد أو بي 12 أو زنك، طب خلينا اليوم نوضح للناس اللي عم تتابعنا أكثر وين ممكن يكونوا موجودين، شو الأطعمة الموجودين فيها لحتى يصيروا يتناولوها. احيانا ممكن بعض الاشخاص تلجا للمكملات الغذائيه. تمام. فاي افضل انا اليوم الجا للمكملات الغذائيه لحتى اخذ الفيتامين يلي ناقصني ام لا انا ادور على هذا الفيتامين من خلال الاغذيه؟ هلا بحالي انا عم بتبع نظام غذائي بدي اعالج طوق اعراض ما معي كثير وقت او انا بدي اقوم بدور الوقايه، هون يفضل انا اذا في نقص بنسب هالفيتامينات بدم الشخص نفسه يفضل تحت اشراف طبيب ياخذه كمكملات مشان يكون التعويض سريع. المكملات يعني نحن بنفضل الطبيعي بشكل عام اكثر ولا لا، خصوصا لاصحاب الامراض المناعه الذاتيه بتاثر ولا لا؟ هي بالعكس هي مفيده، ومثل ما عم بقول اذا انا ما عندي وقت يعني بدي اطوق انتشار الاعراض وعندي نقص بهالمعادن يفضل مع الاغذيه يكون عندي مكملات. اما اذا انا عم بتبع مثل ما قلنا النظام العام بدي احسن اسلوب حياتي او نمط حياتي واعمل وقايه لحالي من الاغذيه المناعيه ذاتي فيني اشوفها بالاغذيه. الفيتامين دي كلنا بنعرف نتعرض للشمس ونتناول الاغذيه اللي فيها الكالسيوم،
الفيتامين بي 12 موجود باللحوم والبيض والبقوليات، المغنيسيوم كمان نفس الشيء نشوف المكسرات مثلا، النحاس والزنك موجودين بالاسماك، موجودين بالمكسرات، حتى شوكولا احيانا موجوده هيك. كنا رح الناس رح تتبع هي النصيحه بشكل نصيحه بشكل اكبر. في الختام اكيد اخصائيه التغذيه رغد بتنجاني نتشكرك على وجودك معنا، وحابين نركز يعني فعليا على الغذاء قديش مهم في كثير من الامراض بما يخص المناعه الذاتيه. شكرا كثير. شكرا لكم. شكرا لك، نورتي صباحنا. شكرا.